خليك يا فندم، انا بشكر حضرتك جدا السفير حسام عيسى سفير المصري في السودان. زي ما حضراتكم شايفين راجل جميل في منتهى الحكمه، بيتكلم عارف هو هيتكلم في ايه، بيقول ايه الامور اللي ممكن تتقال ايه، حاجه جميله جدا جدا. ومن الواضح ان المحرضين اللي عايزين يحرضوا هذا الموضوع او اللي عايزين يكبروا الفتنه او يولعوا في النار من تحت ما عرفوش يعملوا حاجه، لانه من الواضح الهدوء في السودان الشقيق خلال هذه الفترة. في النهاية الحماس متوقع، الحماس من جمهور الهلال السوداني متوقع جدا بالمناسبة، ان هم عايزين يكسبوا متوقع وحقهم، مفيش اي مشكلة في هذا الامر. ولكن في النهاية ستظل العلاقات المصرية السودانية والعلاقات ما بين النادي الاهلي وما بين الهلال علاقات متميزة وستظل متميزة رغما عن الحاقدين ورغما عن المحرضين اللي هم يا عم خليك في فريقك يا عم، ما تتعبناش، ما تدخلش النادي الاهلي طرف في حاجه، ما تدخلش النادي الاهلي طرف. انت عايز تسخن العالم كله على النادي الاهلي، يهمك بس ان النادي الاهلي يخرج، ما يهمكش ان انت تكسب ابدا. النادي الاهلي عمره ما بيفكر كده بالمناسبه، عشان كده الفرق كبير وواضح، كبير وواضح ان النادي الاهلي بيفكر انا عايز اكسب، انا بكسب عايز اكسب. النادي الاهلي ما بيفكرش في حاجه تانية غير ان هو يكسب. النادي الاهلي مشغول بنجاحه، حضرتك مش مشغول بنجاحك، حضرتك مشغول بان انت ازاي تخلي النادي الاهلي وحش. لو حضرتك اتشغلت باللي انت بتعمله او بشغلك او بتمرينك او بفرقتك هتلاقي نفسك قربت شويه، اعتقد صعب بس هتلاقي نفسك قربت شويه. فيا جماعه من فضل حضراتكم اللي مش واخدين بالهم او اللي مش شايفين الموضوع، لا الموضوع كان هناك تحريض كبير من بعض الامور او من بعض الصفحات على السوشيال ميديا، ومن بعض برضو الاعلاميين اللي معروفين طبعا باتجاهاتهم، وسواء هنا او هنا بالمناسبه الموضوع طبيعي، ده بيحصل هنا وهنا. ولكن اللي بيعمل كده هو مش شايف نفسه مصري يا اخي؟ الاهلي ان شاء الله هيكسب مهما تعمله ومهما تخلوا، ان شاء الله على الاقل احنا ضامنين ان اللاعبين سيبذلوا اقصى مجهود ليهم ان شاء الله في مباراه يوم السبت. النتيجه دي بتاعت ربنا مش بتاعتي ولا بتاعتك. لو ربنا عايز ان الاهلي يكسب هيكسب غصب عن عين اي حد. لو ربنا عايز الهلال هيبقى خلاص الموضوع منتهي. لكن بذل المجهود احنا دايما بنعمل كده، احنا اتعلمنا كده في النادي الاهلي ان انت تبذل اقصى مجهود ليك وفي الاخر ربنا هيديك النتيجه. عشان كده دايما انا بقى اعلق على مقوله ان يقول لك ان النادي الاهلي محظوظ. اه طبعا محظوظ، محظوظ لانه الاكثر بذلا للجهد والاكثر تعبا في التمرين والاكثر غلقا على اللاعبين وكل حاجه، وبالتالي اه ربنا بيديلك علشان انت بتتعب في كل شيء، فربنا بيديلك، يديلك في الدقيقه 90 في الدقيقه 91 ما عندناش مشكله. لكن اليومين اللي فاتوا انا كنت قاعد متغاظ، وانا قاعد على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى بقيه المواقع التواصل الاجتماعي متغاظ، انت مش واخد بالك انت بتعمل ايه؟ كلهم شباب صغيرين مش واخدين بالهم هم بيعملوا ايه؟ بعض من لا يشجع النادي الاهلي بالمناسبه برضه عشان نبقى واخد كلامي متاخد صح، يعني مش واخدين بالكم انتوا بتعملوا ايه؟ مش واخدين بالكم ان انتوا ممكن تتسببوا في كارثه او كنتوا عايزين تتسببوا في كارثه. ولكن الحمد لله دبلوماسية مصرية على أعلى مستوى، مسؤولين على مسؤولين في النادي الأهلي كرئيس مجلس إدارة ومجلس إدارته عندهم احترافية شديدة جدا في التعامل في مثل هذه الأمور، لأنها بتعدي علينا يا جماعة في كل مباراة، بتعدي علينا في كل مباراة. وزارة الشباب اتدخلت عشان برضو تطمن على كل الأمور في كل حاجة، وبالتالي التنسيق على أعلى مستوى، الأمور جيدة جدا الحمد لله. الأمور لما تيجي تكلم اللعيبة كمان، وده حاجة شخصية بيني وبينهم الحقيقة أنا ما بحبش أتكلم فيها، ولكن لما تيجي تتكلم مع اللاعبين بتحس قد إيه التركيز والإصرار على إسعاد جمهور النادي الأهلي، بتحس قد إيه هم كانوا متوترين في مباراة النجم الساحلي فأثر بالسلب على مستواهم علشان عايزين يعدوا هذه المباراة. وبالمناسبة بس عشان أنا في الحاجات دي بحب أبقى واضح جدا، مباراة النجم الساحلي لو كان النادي الأهلي لا قدر الله حصل في مباراة النجم الساحلي أي حاجة ما كانتش هتبقى فيه مشكلة،
المشكله الوحيده بس ان انت كنت هتبقى مطالب ان انت تكسب في الهلال، لكن انت دلوقتي عندك فرصتين. لو لا قدر الله كان حصل حاجه في مباراه النجم الساحلي كان هيبقى عندك فرصه واحده ان انت لازم تكسب الهلال. وعلى فكره هو ده اللي دايما الطريقه اللي بيفكر بيها النادي الاهلي، المكسب المكسب المكسب. عندنا لعيبه هتشوفوا ان شاء الله اللعيبه عامله ازاي، مركزين جدا في المباراه، عاملين مع بعض كده. وطبعا نزلت صور، انا لسه هتكلم على موضوع قفشه ده شويه، لانه الحقيقه برضه من ضمن الامور اللي ماشيه في ان انت ازاي توقع النادي الاهلي، ازاي توقع النادي الاهلي ده لسه هتكلم عنه لان لسه عندي تقرير. لكن في نفس هذا الاطار يعني اللي هو ازاي تخبط في النادي الاهلي وازاي توقع، يا عم خليك في فرقتك، خليكوا في فريق في الفرق بتاعتكم. الناس اللي بتعمل كده خليكوا في الفرق بتاعتكم، ما تتعبوناش. طيب خلينا نروح نشوف تقرير عن الاهلي والهلال ابناء النيل.